فأول شيء يمنعنا من المحبة ده في هذا الشهر هو سوء الظن بالله، إنه لن يقبل إلا بعد أن لن يقبلك إلا بعد أن تقسو على نفسك وتتعب نفسك وتفضل حاطط نفسك تحت ستريس حتى تشعر إن العبادة بقت عب، وتقعد تجري 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 تجري. أنا لا أقصد أنك لا تكسر من العبادة، ولكن تكسر من العبء، اجعل العبادة روحة بينك وبين الله. لذلك الصلاة اسمها التراويح، لأن العبادة من عالم الجنة، من الروح والريحان. فأنت لازم لما تقبل على العبادة تقبل على لقاء الحبيب. ولذلك هو جعل الأذان لأنه يقول لك إن الحبيب ضرب لك معادا لتأتي إليه، كما أن الصوم إن الحبيب أعد لك جمالا اسمه الصوم وقال لك فإنه لي. فإذا أتيت تأتي إلى حبيب يهديك بالصيام ويهديك بالصيام، هذا هو أول شيء لازم عشان تحس به بالسلام. لكن ما تحسش إن ربنا سبحانه وتعالى أكيد بيكرهني، هو الله سبحانه وتعالى يطلب لقائك. وأنا أقول لك شوية أشياء تعملها عشان تستشعر في قلبك هذه المحبة، المحبة الربانية. أول شيء عشان تستشعر المحبة الربانية وتترك سوء الظن في الله، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، بيستبشر صلى الله عليه وسلم. فلذلك عليك بعبادة اسمها عبادة السر، صدقة في السر، مناجاة في السر، ركعتين في السر، كل دول هينشطوا انك تستشعر ان ربنا بيسمعك، يسمع قلبك، وهنا تستشعر سلام المحبة مع الله. الأمر الثاني أن تكثر من النوافل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما زال فيما روى عن رب العزة وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ثالث حاجة، توجه إلى الله بهذا الدعاء، وهذا الدعاء أريدك أن تقوله بقلبك قبل أن تقوله بلسانك. تقول يا سلام، أشهدك أنني قد تبت من أن أستجيب لنفسي الأمارة بالسوء إذ أنها حجبت قلبي عنك، فإني أعلم أنك تسمع صوت قلبي وأعلم أنك ستعينني، فيا سيدي أسألك أن تكتب لي مددا يرفع عني حجابي فلا أنشغل إلا بما بيني وبينك. يا سلام يا ملك، قلبي حاشاك أن ترضى بوحلة ذنبي وغرقي في كآبتي وكربي، فاغسل فؤادي ومهجتي من غفلة ومشغلة وشهوة عن تجليات ودك وجمالك. اللهم انظر إلي بنظرة تشغلني عما سواك، واجعلني يا ذا الجمال غارقا في شهد الوصال. يا رب العالمين اجعلنا غارقين في شهد الوصال، واجعلنا يا ربنا نشعر بهذا السلام إذ أننا معك يا حبيبنا، يا من بيدك سرنا، يا من إليك مرجعنا. يا سلام، ألهم قلوبنا السلام بأن نتيقن من محبتك، فأنت وحدك الذي تعلم أننا نحبك، فنسألك أن تغرق قلوبنا في سلام محبتك يا رب العالمين.